أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في آخر أسئلة السائلة طاعين من المدينة النبوية تقول: إذا سقط الطفل وبه صرع فجأة من أمه ونقل إلى المستشفى وقد توفي هناك رغم أن الأم محافظة عليه، ماذا يلزمها الآن؟ مأجورين. ليس عليها شيء لأنها لم تفرط، هذا شيء أصاب الطفل وسقط من أجل المرض الذي أصابه ومات، فليس للأم تسبب في ذلك. نعم.